واحد البلان وقع في هاد لافونت سي كو ان باش نشرح لكم بلي ديتاي. الانسان الا كان باغي يشارك في واحد لافونت كيخلص الفلوس باش يكري ستوند ديالو, يعني ان جوغ دو جوغ تخوا جوغ شحال ديال الوقت غادي يكري داك ستوند. نورمالمون لي ستوند كيتكراو في لي زوتيل 5 ايطوال من 3000 حتى الفوق, كاين اللي كيوصل ستوند على حسب شحال فيه من مترو حتى ل 15000 درهم. الوغ لافونت اللي جيت لي انا اليوم كنهضر بحرقه وفريمون بقى فيا الحال بزاف, هو ان الناس دافعين الفلوس وكاين اللي مسكينه ما عندهاش, يعني الماركه ديالها غير صغيره, يلا مبتدئه قالت اجي ندير هاد لافونت باش نزيد القدام باش نزيد واحد الخطوه القدام باش الناس يعرفوني باش ندير بلاصتي حتى انا وندير هاد الخطوه هادي. كنمشي دابا تنتفاجئ ان ديك خيتي اللي منظمه هاد لافونت خدات للناس فلوسهم وهربات وطفات عليهم التليفون مابقاتش كتجاوبهم والو. كيف ما قلت لكم طفات عليها التليفون, طفات عليهم التليفون ما كتجاوبهم حتى شي حاجه. لافونت خاويه زيرو مبيعات, الناس ما باعوا حتى شي حاجه, الناس جايين من برا كازا, اللي جاي من طنجه, اللي جاي من اكادير, اللي مسكين اللي كتلقاه مسلفه باش انها تكستون في واحد لوطيل باش مسكينه تعرف وتزيد خطوه لقدام ودير حتى هي بلاصتها وتجي بلوغوز وتهضر ليها على لي برودوي ديالها ويشريو من عندها الناس. فطفات عليهم التليفون خلاتهم تيعيطوا, يعني دبروا راسكم سيروا زعما شربوا البحر فريمون. بحال هذا الشيء خايب بزاف بزاف, يعني حنا في 2022 وباقي الناس تدير هاد الفعيل, يعني خديتي الفلوس وهربتي, علاش علاش تضيعي الناس في عرقهم؟ يعني وهي غادي يتابعوها قانونيا, غادي يتابعوها. هاد فريمون هادو فعيل ديال لي زغناك فريمون, حشومه 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 بزاف. بقاو فيا الناس بزاف 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 بزاف, والله العظيم تبقاو فيا الناس. ف كما قلت لكم بزاف ديال الناس ما تخلصوش, بزاف ديال الناس يعني هذا التصرف هذا يعني ماشي تصرف ديال بنات الناس, يعني بكل صراحه لانه حشومه 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 بزاف. بحال هاد الموقف يطرا تهزي الفلوس وتهربي وتطفي عليهم التليفون واخا اش من مشكل يكون عندك, على الاقل تعيطي وتعتذري. حشومه انك ديري بحال تصرف ناس ساكن جايين وكارين ستوند وفرحانين وحنا غادي نتعرفوا وحنا هادي وحنا هادي, وهادي فرصه باش الناس تكون عندهم بحال هاد بحال هاد ليفينمون هذا باش يبانوا فيه ويطوروا من راسهم. حشومه بحال هاد التصرف والله تحشومه. ما نكتبش عليكم انا مشيت خصيصا بوغ لا مارك ارغانيل اللي حطيت لكم لي ستوري ديالها الاولى, انا اصلا كنت غادا غير على قبلها وباش نتلاقى بالناس اللي جاوا عندي, وشكرا بزاف بزاف الناس اللي جاوا عندي وصوروا معايا. كان حماقه لكم بزاف بزاف, انا اللي قديت عليه راني بارطاجيت, يعني انا حسيت بان الناس ضاعوا بزاف. يعني انا شنو الفائده ديالي انا مشيت درت ستوند ونبقى نهار كله ما كاين حتى شي حد كيجي يتصرني ولا تيقول لي غير بشحال هادي. اون بلوس لافونت ما كانتش عندها واحد بوبليسيتي ودارت في موقع نورمالمون ما خاصوش يكون فيه, يعني بزاف ديال الترتيبات ما كاينينش. انت صافي جهدك انك تاخذي غير الفلوس وديتي في حالك, راه هو لو بروبليم سي ان بنادم ما بقاش عنده الضمير, بنادم ولا باغي يربح الفلوس بايتها طريقه بايتها الطريقه. الواحد باغي يربح فلوس, واحد يبيع دين ويبيع شرف وعلى قبل الفلوس, المهم هو الفلوس خاصني ندخلهم. حشومه والله تحشومه, حسبي الله ونعم الوكيل. كما قلت لكم هي راه غادي يرفعوا بها قضيه, يعني هذا الشيء يعني القضاء هو اللي غيتحكم في هذا الشيء وحسبي الله ونعم. كيف ما قلت لكم اي واحد كيدعي عرق الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيه, حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني بنادم راه ما تلقاش الفلوس مشتين في الارض, راه المخير فيهم راه تلقى مسكين ضارب ثمان وما مخلي ما داير ويفيق في الصباح وينوض هنا وينوض هنا وصداع الراس وستريس, يعني باش انه يكري ستوند ولا انه يدير واحد لا مارك. حشومه والله. الوغ انا حيت ما قدرتش نبقى تماك في ليفينمون, يعني فريمون واحد المنظر اللي كيضر في الخاطر, يعني انا لو كنت هكاك ما غاديش نصبر, غادي نحيح عليهم تما. الوغ ان شاء الله انا غادي نبارطاجي معكم لا بلوبار ديال لي ستوند اللي كانوا تماك, وقلت لكم كاملين تعاونوا معاهم, انا راه ما مخلصه ما واخده مقابل ما حتى شي حاجه داكوغ. وديجا شي ناس غادي عطاوني هكا دي كادو ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم. فوالا هادشي اللي كاين. وبغيت نشكر الناس بزاف بزاف اللي جاوا على قبلي, واحد البنت مسكينه من قنيطره, واحد البنت من الرباط. كيف ما قلت لكم لي كونط اللي غادي نحط لكم بغيتكم تعاونوا معاهم, واللي في استطاعته انه يشري يشري فقط دعم, واخا غير كلمه طيبه تقدر تبرد ليهم ديك الحرقه اللي تيحسوا بها بهذا الشيء اللي طرا ليهم.